مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. احنا متابعين معاكم ازمة القس دوماديوس حبيب، ماذا فعل وماذا قال في حواره مع الاخ وحيد. الاخ وحيد عمل برنامج امبارح اللي هو الدليل، وكان مستضيف ابونا دوماديوس حبيب. مفاجآت بقى، مفاجآت صادمة، ويعني الحوار فيه حاجات كتيرة جدا يا جماعة احنا ما كناش نعرفها وعرفناها امبارح لما سمعناه، وانا ليا تعليق على الحاجات دي. لكن الحلقة دي هو قال ان هو سجلها قبل القرار بتاع وقفه عن الخدمة وان هو يقعد سنة في الدير، فخلي بالكم ان الحلقة دي تسجلت قبل ما ينفذ القرار، عشان بس الناس كانت شايفة الكلام ده بس مباشر امبارح. لا، كانت حلقة مسجلة لكن هو خلاها بس مباشر، عرضها يعني بس مباشر على القناة على اليوتيوب امبارح وبرنامجه. طيب تعالوا نسمع علشان هنقول حاجات كتيرة جدا جدا، ونشوف طريقة كلامه وكذبه وخداعه وتضليله والهروب من الأسئلة. ويعني هو يقوله سؤال ويجاوب عليه سؤال تاني خالص، هو يقوله انت سافرت إيران، يقوله لا مسافرتش، يقوله طب انت في قرار ليك بوقفك عن الخدمة، ليه ما نفذتش القرار، يقول له أنا ما شفتوش ما حصلش. فيا جماعة التعليقات بتاعته كانت رهيبة وكانت صادمة. يعني أنت بتقول إيه وأنت بتعمل إيه؟ يعني لمصلحة من كل هذا؟ عملت بس كده فرقعة وعملت يعني عصارات كتيرة للشعب وعملت حاجات كتيرة وشو إعلامي كبير وكنت بتروح هنا وتروح هنا وما نفذ ولا قرار كانت الكنيسة بتتخذ ضده، ولا قرار كان بيتنفذ، ولا هو كان بيسمع الكلام من الأباء الأساقفة المحترمين. يعني عد على كذا أسقف وما فيش أسقف كان بيسمع كلامه، تحس إن هو كده كان عامل بطرك في نفسه، يعني مش عايز ياخد أوامر من حد، مش عايز يسمع كلام حد. تفاهمين حاجة؟ إيه يا جماعة اللي احنا هنشوفه ونسمعه ده؟ تعالوا نسمع. أن هذا الحوار الذي سأعرضه الآن دار بين القمص دوماديوس وبيني قبل فترة من توقيفه، تمام. فليأخذ هذا في الاعتبار بأنه لم يكسر فترة توقيفه بهذا التسجيل. طيب. هذا التسجيل أكرر مرة أخرى تم قبل التوقيف، تمام. من البداية الرسامة الكهنوتية بروشية الفيوم، التصادم الأول مع الأنبا أبرام. هو حكى بقى من 2013 الأزمة اللي حصلت أيام الفيوم بقى. هو أول حاجة إن هو كان مرسوم على أبرشية الفيوم، إيه اللي حصل مع الأنبا أبرام والتصادم اللي حصل معاه وهو عمل إيه؟ تعالوا نسمع. أنا اسمي القمص دوماديوس حبيب إبراهيم الراهب، علاقة بالعيلة. القمص دوماديوس حبيب الراهب، الراهب دي لقب العيلة، لكن هو مش راهب، هو أب كاهن، فنخلي بالنا يا جماعة عشان في ناس بتقول دوماديوس الراهب، الأب دوماديوس الراهب دي يعني هو راهب، لا هو أب كاهن. نكمل. هل الأنبا أبراهام تم يعني توقيف جنابك سنة 2013؟ الأنبا أبراهام بعمل معك إيه؟ نهائي. أنا اترسمت سنة 98 في الفيوم على 17 قرية، وحصل حرب كنيستي 15/2/2013، وده كان حكم الإخوان. في حكم الإخوان كانت أول كنيسة تتحرق وأول مظاهرة تقوم على الإخوان في يوم 17 يوم الحد، كانت المظاهرة اللي عملناها من قدام مسبيرو، آسف، من قدام دار الفضاء العالي. هل خدت جنابك إذن من نيابة الأنبا أبراهام لتعمل المظاهرة؟ نسمع بقى الحتة دي. لا، ما الأمانة ما خدتش إذن. هل جنابك بعد بيقول له، قل له المذيع اللي هو الأخ وحيد، هل خدت إذن الأسقف إنك تعمل مظاهرة؟ يقول له لا. يعني أنت رايح تعمل مظاهرة وفي حكم الإخوان واخد الشعب وراك وعايز تعمل فتنة في وقت إن الدنيا كلها كانت يعني مولعة وأيام حرق الكنيسة وعايز تورط الكنيسة وتعمل فتنة، يعني إيه وتعمل مظاهرة ليه أصلا؟ ومن نفسك كده تاخد الناس وتاخد الشعب وتروح تعمل مظاهرة في الشارع؟ ده كان بيعمل ده يا جماعة ومن نفسه كده؟ يعني يعني الأسقف كمان ما يعرفش عنه أي حاجة، ياخد الشعب وعايز يورط الشعب؟ طب افرض ان انتوا ضربتوا في الشارع، افرض ان حد جرى له حاجة وانتوا ماشيين في المظاهرة، مين بقى يتحمل مسؤوليتكم؟ الأب الكاهن ولا الأسقف؟ طبعا هيمسكوا أول حاجة الأسقف. فالأسقف أول لما عرف ان هو عمل الكلام ده راح شاله، مشاه خالص من الأبرشية بتاعة الفيوم. نكمل.
كده استمريت في الفيوم ولا لا؟ مشيت في نفس اليوم القاهره ما رجعتش الفيوم بقى تاني. مشيت براي يعني خلاص انا خلاص. الان بقى ابراهيم هو اللي قال لك سيب؟ لا ما حدش قال لي سيب. طيب هل بعد كده ده بيقول ما حدش قال لي سيب؟ يا ده هو من نفسه راح القاهرة وما راحش الفيوم تاني. مين اللي قال الكلام ده؟ ده الأنبا برام نزل قرار استبعاده من أبرشيته، مش عايزه تاني في الأبرشية، عمل له قرار استبعاد يعني روح يخدم بقى في مكان تاني، أنا مش عايزك في الأبرشية تاني. فعمل له إخلاء طرف منين؟ من الفيوم، يروح بقى إيه يصلي في حتة تانية. لكن الأنبا برام صمم إن هو ما يرجعش الفيوم تاني بعد المشاكل اللي عملها بسببه، وبعد المظاهرة، وبعد احداث الفتنه اللي اتعملت بسببه. نكمل. رحت لوحدك القاهره ولا رحت فين؟ وبعدين لجأت لقداسه البابا، فقعدت مع السكرتاريه في الفتره دي كام يوم كده، وبعدين الامور اتغيرت او حصل تواصل وقال لهم لا ابونا لازم ياخد عقاب. لازم ياخد عقاب. حصلت مظاهرات. من الشعب. شعب بسيط كان يجوا كل يوم اربع، قعدوا حوالي شهر ونص يجوا كل يوم اربع. طيب وبعد كده؟ وبعد كده يعني قعدت مع السكرتارية في مبنى داخل الكاتدرائية، والبابا ادى تصريحات ان ابونا يرجع الفيوم. طيب وبعد كده هو راح للبابا قال له الحقني انا ما سمعتش كلام الاسقف وعملت مظاهرة ونيلت الدنيا. فراح قال له طب اعمل ايه؟ قال له وعده يعني ان هو هيرجعه الأبرشية تانية بتاعت الفيوم. البابا وعد مين؟ القس دوماديوس. نركز بقى يا جماعة، هو ده كلامه، هو ده بناء على كلامه. فراح الأنبا برام قال له لا ما ينفعش يقعد في الأبرشية تانية عندي، أنا قلت يمشي يعني يمشي. وصمم نيافة الأنبا برام أسكو في الفيوم إن هو ما يروحش تاني الفيوم بعد اللي عمله هناك. نكمل. يعني حاول دكتور أخويا كاهن في الفيوم ضغط عليا إني أرجع. فقلت له لا أنا هسيب الدنيا خالص، ورحت قعدت في دير من الأديورة في وادي النطرون. لا هنا بقى بيكذب، لأن الأنبا برام صمم إن هو ما يرجعش تاني. الأنبا برام هو اللي صمم ان هو ما يرجعش تاني الفيوم، لكن هو بيقول ايه؟ كان بيقول لي ارجع وانا اللي ما رضيتش. لا محدش قال لك ترجع وانت اللي ما رضيتش، ده قرار الاستبعاد موجود في كل حته. نكمل. باختيار جنابك ولا خلاص انا لوحدك رحت الدير؟ خلاص رحت الدير وقعدت في الدير بصلي. طيب انا هو بيقول انا رحت الدير وبصلي في الدير، يعني ساب أبرشيته وساب الاسقف التابع ليه. انتوا واخدين بالكم؟ ما ينفعش الكاهن يمشي ويسيب كنيسته أو أبرشيته دون علم الأسقف. ما ينفعش يمشي يمين ولا شمال إلا بجواب من الأسقف، عشان تعرف إن هو بيكذب. الأسقف أصلاً أوريدي طلع له قرار استبعاد من الأبرشية وقال له مش عايزك تاني في الفيوم. فراح للبابا، فالبابا قال له هرجعك تاني الفيوم. راح الشعب عمل مظاهرات، قال له ماشي أنا هرجعك تاني الفيوم. راح الأنبا برام صمم إن هو ما يرجعش. شايفين اللفة؟ شايفين الكذب بتاعه بقى بيقول أنا اللي ما رضيتش أروح. لا ده الاسقف هو اللي ما رضاش يرجعك تاني هناك. نكمل. بعد كده خدمت فين بعد كده؟ عملوا لي لجنه محاكمه اربع ساعات ان انا خالفت القانون الكنسي. وصليت. وانا مفروض اصلي في مكان معين في دير الملاك. فضلت اجادل واعمل انا اسمع الكلام كده ولا تتجرد؟ اتجرد ليه؟ عملت ايه؟ سويت ايه؟ ورحت موافق. قالوا لي هو لما الأنبا برام قال له ما تجيليش تاني فيوم، راح بقى ايه؟ راح الدير وصلى هناك مع نفسه. دخل الدير وقال انا هقعد عندكم في الدير. هو انت تبع مين دلوقتي؟ ما كانتش فيه أبرشية عايزه تاخده من الاخر، لازم يكون تابع لأبرشية تانية. ما دام الأنبا برام مش موافق ان هو ياخده تاني، يبقى لازم يكون كاهن ويكون تابع لأسقف. لكن ما كانش فيه ولا أسقف كان عايز ياخده. فراح عمل ايه؟ راح قعد في الدير يصلي فيه. طب انت قاعد عند مين؟ طب انت تبع مين؟ هو اي احنا بندخل كده اي حد الدير يصلي كده وخلاص؟ وبصفته اب كاهن يعني انت تبع مين دلوقتي؟ فين الجواب اللي انت هتمشي بيه؟ فما في كانش معاه اي حاجه. فتعملت له محاكمه. واخدين بالكم؟ نكمل. يعني تروح دير الملاك تحت، بحب الاديوره. رحت الدير حوالي يعني من شهر 3 لشهر 8. ده سنه كام؟ 2013. كل الكلام كل الكلام ده 2013. وخدمت مع الانبا ماكسيموس، وبعدين في ظروف معينه مشي الانبا ماكسيموس من المنطقه، جه الانبا يوليوس مسك حوالي سنه، وبعدين اترسم نيافه الانبا إيلاريون حوالي سنه ونص او سنتين، وبعدين اخيرا جه الاسقف الرابع. يعني كده اربع اصفه خدمت معاه. ما اختلفتش مع الانبا برام على فكره، دي كانت ظروف الاخوان. بيقول انا ما اختلفتش مع الانبا برام، دي كانت ظروف الاخوان. لا الأنبا برام انت عملت مشاكل كتير وعملت مظاهرة بدون علمه، وهو مش شاك من الأبرشية واستبعدك. فدي أول كذبة يا جماعة، دي أول كذبة. تعالوا نسمع بقى الأخ وحيد قال له إيه.
بيوجهه الخروج بمظاهرة بدون إذن الأسقف اللي أنت بتخدم معه، دي في حد ذاتها فيها مخالفة. صح مخالفة. جانب الأمبر جونز مفيش أي خلافات معاه نهائيا. وبعدين ليه أخ كاهن في أمريكا وابونا داود اللي كان سيطره مفتوح 15 يوم وعايش من غير. إيه اللي حصل بقى سنة 2018؟ هو راح بعد كده لنيافة الأنبا أكليماندس الأسقف العام لكنائس الماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، راح قال له أنا هخدم معاك هناك، قال له ماشي. راح لكنائس الهجانة، ففي فترة من الفترات أخوه تعب في أمريكا، فراح قال للأسقف اللي هو الأنبا أكليماندس اللي قاعد عنده ضيف، قال له أنا هروح أزور أخويا هناك عشان بيعمل عملية وكده. راح الأسقف رفض، راح عمل ايه بقى؟ راح لسكرتير المجمع المقدس اللي هو نيافة الانبا دانيال، قال له انا عايز جواب عشان اسافر. ما قالهوش بقى ان الاسقف مرضاش يسفرني، لا، راح لف من ورا الاسقف وخد اللي من الاعلى منه عشان ياخد منه جواب عشان يسافر. شوفوا اللي عمله بقى، يعني برضو ما بيسمعش كلام الاسقف، عمل مخالفة تانية. تعالوا نسمع. القلب على القلب الصناعي دبت فيه الروح وقام للحياة مرة تانية. فانا كاخوه وما شفتوش ليا فترة حاولت استاذن من سيدنا الانبا أكليماندس. رفض تماما. رفض. استاذن ليه؟ تستاذن ليه؟ عشان اسافر امريكا. اسافر امريكا تسلم عليه. اسلم عليه 30 يوم مش ممكن. فرفض. طب عايز امضي للبابا، قالوا لي البابا مسافر، روح للانبا دانيال وخد الجواب. خد الجواب. خدت الجواب ورحت لنيافه الانبا دانيال فرمضى نائبا عن قداسه البابا. فراح سافر. فخدت الجواب وسافرت. انا معايا تصريح. ايوه. شهر 2018 هل تم توقيفك من نيافه الانبا أكليماندس؟ لا لا نهائي. بيقول له مش انت تم توقيفك سنة 2018؟ يقول نهائي، انا متوقفتش. امال انت يعني متوقفتش؟ امال القرار ده مامدي ومختوم من نيافة الانبا أكليماندس. قال ساعتها محدش يتعامل معاه كأب كاهن تاني، وهو دلوقتي مش بيخدم عندنا، هو يرجع لأبروشيته تاني. هو اصلا مش مرسوم عندنا في القاهرة، هو مرسوم في الفيوم، انا مش عايزه تاني، ومشاه. فبيقول لا انا معرفش القرار ده، ما حصلش، كل حاجة عنده ما حصلتش، يعني قرار مامدي ومختوم لا انا معرفوش، ما شفتوش. شايفين الكذب يا جماعة؟ لان انبا أكليماندس كان قايل لي ما تجيش كنايس بتاعتي. ماشي يا سيدة تحت امر نفتح، لان انا ليا يعني شعبية زي توقيف اهو من الانبا أكليماندس. ما تجيش الكنايس، لكن ما فيش توقيف للصلاة. ما تجيش الكنايس يعني ما تجيش تصلي عندي. ما هو ما تجيش الكنايس يعني انت هو انت اب كاهن ولا واحد من الشعب علماني؟ انت اب كاهن يعني ايه وظيفتك؟ تروح تعمل قداس، تعمل طقس معمودية، تعمل طقس جواز، تعمل اختصاصات الأب الكاهن في الكنيسة. فهو قال لك أنا مش عايز أشوفك تاني في الأبروشية، يعني مش شك منها، طردك منها، ما دي معناها. وعمل قرار، هو القرار بيبقى شفوي ولا قرار بيبقى ممضي ومختوم؟ ده طلع لك قرار ممضي ومختوم، يعني أخلى طرفك من أبروشيته. قال لك لا أنا مش عايزك تاني. نكمل. انك تصلي في المنطقه اللي هو لا لا مفيش توقيت. الكهنه عزموا عليا ان انا اصلي، يا اباء ملوش لازمه، صليت وفطرت معاهم ايوه ومشيت. فهو زعل ان انا رحت من غير اذن او حاجه زي كده، راح كتب الورقه دي. الكلام ده مش عارف بقى في 2020 او حاجه زي كده. كتب ايه؟ كتب ورقه ان تم انهاء خدمه ابونا وتم نقله في 2018. ما شفتهاش نهائي الورقه دي خالص. دي 2018 يا جماعه. بيقول 2020، يعني حتى التواريخ كمان يعني قال يعني نسيها، قال يعني مش عارفها. شوفوا اللي يعني اللي طالع مش عارفه اقولها ازاي، اللي طالع يستهبل يعني. يا جماعه ده كذب وخداع، انت بتضحك على الشعب. ده بيقول انا ما شفتش. نكمل. نهائي. فلقيت ابونا سكرتير قداسه البابا ابونا كرولوس بيرن عليا، قلت خير هيودوني كنيسه بقى. ايوه يلا لبست اللبس وجريت على. المهم قال لا ده انا اكلمك في التليفون. قالوا ايوه ده انا انت مزعل انبا أكليماندس. قلت له زعلت. قالوا ايه امال ايه الورقه اللي طلعها؟ قلت له ورقه ايه اللي طلعها؟ قال لي مش انا ما شفتش الورقه دي نهائي، حطوها على جروب كهنه وبعدين شالوها تاني، لانه مش من اختصاصه انه يقول انه ينهي خدمه حد. طيب بيقول مش من اختصاصه ان هو ينهي خدمه حد، مش من اختصاصه ازاي؟ انت قاعد بلا ابروشيه ورايح ضيف عنده، يعني انت مسؤول منه. لما رحت وقعدت عنده في كنايس الهجانة، يبقى انت مسؤول عن نيافة الانبا أكليماندس. لما تيجي تعمل اي مشكلة في الأبروشية هنمسك مين؟ هنمسك نيافة الانبا أكليماندس، مش القس دوماديوس قاعد عندك. هيقول يبقى هو لو عمل حاجة خاطئة هو اللي هيتجاز. فهو انهى خلاص. انا قال لا انا مش عايزك تاني في الأبروشية، وطردك من الأبروشية. قال لا انا مش عايزه، بتعمل مشاكل ومشاك. فبتقول مش من حقه. لا من حقه، من سلطة الأسقف ان هو من حقه، ما دام انت قاعد عنده ومسؤول منه، من حقه ان هو يشوفك مناسب في الخدمة، او يشوفك انك مش بتاع مشاكل ويقعدك عنده ولا لا. بتاع مشاكل ممكن يمشيك في اي وقت،
من سلطة الأسقف إن هو يمشي الكاهن، مدام أنت كنت في فترة انتداب، هو بيقول فترة إنهاء خدمة وانتداب، أنت كنت منتدب عنده، يعني مش كاهن أصلي عنده في الأبروشية، كنت كاهن منتدب. منتدب يعني تقعد فترة بقيت كويس فيها يقعدك الباقي، مش كويس في الباقي يقوم يلغي انتدابك وفترة خدمتك هناك في كنائس الهجنة. وده اللي حصل فعلا. نكمل. يعني إذا تم منع جنابك من الصلاة في الكنائس اللي هي مسؤول عنها الأنبا إكليماندوس. ده شفوي كده، انت فاهم اكتر عشان انت إكليريكي. لا العفو، خليني اوصل مع جنابك ليه بعد كده، بعد 2018. إذا هنا في مخالفتين. الاولى السفر بعد ما الأنبا إكليماندوس قال لك لا ما تسافرش، انت رحت بالزبط. من وراء وخدت التصريح بالزبط. والناس ما يعرفوش، يعني انت لو قلت للأنبا دانيال بس الأنبا إكليماندوس اللي انا بصلي معاه قال لي ما تسافرش، ما كانش هيديك السؤال ده. بناء على ايه؟ بناء على انك انت ما تكلمتش مع حد. رقم اثنين، لا هو من حقه يوقفك. ايوه من حقه المسؤول عن الابروشيه دي، هو من حقه يقول لك ما تصليش في هذه، ما تاخديش في هذه الابروشيه. مش عايزك خلاص. حضرتك جناب القمص بتقول ورقه، لا دي مش ورقه، ده قرار. ده قرار طلع من الإكليماندوس بتوقيف جنابك من الخدمة فيما يتبع من كنائس، وده هو القرار. ودفع كل ده ورحت جنابك كسرت هذا القرار أيضا، يعني زي ما احنا متابعين كلنا على السوشيال ميديا، هو كسر ليه قرارات، فانت عايز الناس يتكلموا معاك، طب انت التزم بما عندك عشان الناس يفتحوا لك. اصلا لما انت طلعت من الفيوم رعاية الكنيسة للكهنة انها بتدي فرصة اخرى، ربما فأعطوك هذه الفرصة، فلم يعني يتوافق الأمر مع في خدمتك مع نيافة الأنبا إكليماندوس. هو الأخ واحد بيقول له أنت ما التزمتش بولا قرار، فأنت عايز تقعد معاهم بناء على إيه؟ مش لما تسمع كلامهم الأول، يعني أنت أصلا شخص زي ما يكون متمرد على كل القرارات وعلى كل الحاجات اللي بيقولوها لك عن نصايح وكل حاجة، مش عايز تسمع كلام حد من الآخر. طب هتقعد معاهم ليه بقى؟ مدام ايه بقى الفايده بقى من قعدك معاهم؟ انا عايز اقعد معاهم، ده انت ما بتسمعش كلامهم. انتوا عارفين اللي ما بيسمعش كلام حد بس بيقوح وخلاص. طب ما تسمع الكلام عشان نعرف نقعد معاك. لا طب ايه فايده الكلام بقى؟ طب ما انا مهما اقول لك من كلام ونصايح مش هتسمع الكلام برضو، نكمل. خليني اوصل مع جنابك ليه بعد كده، بعد 2018. ايوه اللي حصل بعد الكورونا بقى. تمام. طيب الكلام ده استمر من وقت كورونا، هل تم توقيفك من قداسة البابا؟ البابا بقى هل وقفك نهائي؟ نهائي. كل واحد ما وقفوش يا جماعه، يعني الانبا ابرام وقفه قال لا، الانبا إكليماندوس وقفه قال لا، البابا نفسه وقفه في 2023 قال برضو لا. لا ده كده كتير بقى يا جماعه، كده كتير. ده انت عندك حالة انكار الواقع، الواقع بيقول ايه والمستندات اللي نزلت على السوشيال ميديا دي ايه، كلهم بيكذبوا وكل الورق ده غلط وانت اللي صح. فيا جماعة يعني احكموا انتوا بقى، اكتبوا لي في التعليقات انتوا شايفين بقى ايه، ده كذب ومراوغة والهروب من الاسئلة وهروب من الواقع، لان الواقع حاجة هو بيقول حاجة تانية خالص، كل حاجة ما حصلتش. نكمل. انا بطلب اقابل قداسة البابا من 2013 لكام النهارده؟ 2000 وكام احنا؟ 2024. القيامه قلت له يا سيدنا انا عايز اقابلني وانا بعيد عليه حتى، يعني مش وقته، وقال لي طب مش وقته دلوقتي، وقال لي حاضر حاضر. يعني اذا من 2013 ما فيش لقاء حصل بينك؟ ما فيش لقاء، لكن في ورق وفي تقديمات وقدم طلب وقدم حاجات. خليني اسال بس يعني جنابك في حته. ايوه. شهر اغسطس 2023 هل انت توقف؟ ما تمش توقيفك من قداسه البابا؟ قال له ايه بقى؟ ما قابلتش قداسه البابا اصلا. لا دي قرار طلع من قداسه البابا. ده قرار طلع لك. قرار طلع من قداسه البابا. ايوه. بلغني ابونا سرجيوس بحاجه زي كده، يعني على السريع كده، وانا قلت له ابونا سرجيوس تحت امرك. لما هو المذيع ضغط عليه وقال له يعني البابا ما وقفكش، يعني ما كانش فيه قرار طالع ليك انك هتوقف عن الخدمة، لما قال له 3 مرات وزنقه في الأسئلة في الآخر خالص قال ده القمص سرجيوس اللي هو الوكيل البطريكية راح قال له ده انت توقفت عن الخدمة، شفهي كده، شفاهي يعني بالبق كده من غير قرار رسمي. يعني هي طبعا كانت ورقة مكتوبة بالخط الأحمر والبابا تودروس هو اللي كتبها بخط الإيد، بس كان كاتب عشان سلوكياته، وهو هيقرا الورقه دلوقتي وكان فيها يعني حاجات كتيره جدا عشان بس حفاظا على صورته قدام الشعب، ما رضاش يقول المخالفات اللي كان بيعملها. الورقه بس نزلت المسربه الحته الاخرانيه دي. تعالوا نكمل. لي المده بتاع الايقاف وانا نفذها. تمام.
وبعدين الموضوع إذن وبعدين البابا عشان ده برضو سؤال موجود. البابا إذا طلع قرار بالتوقيف يعني جنابك من الخدمة التكنولوجية 12 أغسطس 2023. لا مفيش قرار طلع برضو. مش جاب اسمي. بصي يا جماعة، لا مجرد يعني شافوا كده مع أبونا سيرجيوس وخلاص والموضوع انتهى، وأنا بروح الكاتدرائية كل يوم قدامه بصلي. ده إنكار الواقع، عنده حالة إنكار الواقع. نكمل يعني بابا ساكن فوق أنا بصلي تحته. لا ما هو هو بتصلي في الكاتدرائية البابا في عشان دي حتة برضو أثيرت، ما بتصلي تحت مين اللي يعني هل البابا شايف قدس؟ لا هي دي بقى انا مش مع الاخ وحيد، لان هو بيصلي في الكاتدرائيه ما فيش حاجه اسمها البابا مش عارف. لا هو عارف ان هو بيعمل قداسات في الكاتدرائيه، هو بيقولها هو قاعد في المقر البابوي اللي هو البابا، وهو بيصلي في الكاتدرائيه وما حدش شايفه او ما حدش متابعه. لا اي حد بيصلي في الكاتدرائيه في متابعه والناس كلها عارفه، والامن وهو بيدخل من البوابه عارف ان ده تبع الكنيسه وده بيعمل قداسات وده مش عارفه بيعمل ايه وده بيعمل ايه. فالكدرائية يعني محاطة بكاميرات ومحاطة دبة النملة في الكدرائية بتعرف من الآخر. فهو بيقول البابا مش عارف. لا في الحتة دي أنا مش مع الأخ وحيد، البابا عارف إن هو بيصلي في الكدرائية. نكمل تحت ما فيش حد شايف جنابك. انا الطبقه بتاعتي جميع الكهنه شايفينها وبصور كمان قداسات برفعها على الكهنه. مش مسؤولين الكهنه، مش مسؤولين من جنابك. امال مين مين اللي اسمعني اسمعني جنابك ورد علي في جزئيه لما بيتقال انا بصلي في الكاتدرائيه وكان يعني بتاخد تفويض انه انا بصلي في الكاتدرائيه قال بابا موافق. لا ما هو الكاتدرائيه البابا مش مراقب الكاتدرائيه، البابا قاعد في المقر. لا 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 انا بشوف تحركاتي كلها معروفه ومتشافه. لا البابا يعني لما ايام الكورونا مثلا اروح اقعد مع الفراشين الاقي سكرتير البابا بيقول لي الفراشين مش عارف ايه يا ابونا دوبادي ست صوتك بيبقى عالي وانت داخل تسلم على الفراشين. ايوه يعني حركاته مش يعني ده الكاتدرائيه يا جماعه، يعني العين كله عليها. يعني هو فيما معناه ان تحركاته كلها متراقبه، يعني مش فيش حاجه اسمها ان انا في مكان سري ولا حاجه ولا في اخر الصعيد ولا في قرى الصعيد ومحدش بقى عارف مكاني فين. لا ده في الكاتدرائيه هو بيقول له ده المقر الباباوي حاجه وبابا يعني مش شايفك. يعني لا بابا شايفه وعارف ان هو بيصلي هناك. في الحته دي انا مش مع الاخ وحيد. نكمل جناب القمص السلام على الفراشين، احنا بنتكلم عن قداسه البابا 2023 في قرار من قداسه البابا بوقفك عن الخدمه، ممنوع من الخدمه. هو برضو مرضاش ينفذ هذا القرار وبرضو راح يصلي في الكنيسه ويعمل قداسات وشغال عادي جدا، فالبابا سابه بقى. يعني عارفين اللي رمى طوبه حد فراح سابه، يعني اخره ايه قداس ماشي سيبه بيعمل قداس مش مخدم ما بيعملش مشاكل خلاص. لكن في الورقه كان كاتب حاجات مهمه جدا لو خدتوا بالكم منها، توبته وحاجات سلوكيات كان بيعملها غير لائقه. خلي بالكم. نكمل انا القرار ده لم اعلم بيه الا شافه من ابونا سيرجيوس ولا ورينا ابونا سيرجيوس. ما هو قال لك سواء كان شفوي او ورقه في ايدك هو قال لك انك موقوف عن الخدمه، البابا بيقول لك انت موقوف عن الخدمه، ما دام الرساله وصلت لك يبقى لازم تنفذ القرار. ما انت ما عرفت اهو سواء شفوي او ورقه في ايدك انت عرفت القرار. سواء بيقول ما عرفتش خالص، لا انت عرفت ان انت توقفت عن الخدمه. توقفت عن الخدمه يعني ما تعملش قداسات تاني. راح هو برده مصمم وراح يعمل قداسات. هيعمل يعني عارفين يا جماعه، طب هم هيعملوا ايه تاني؟ يعملوا ايه تاني؟ نكمل. ابونا سيرجيوس هو ده قريه البابا؟ طيب وكيل البطرخان. طيب خلينا انت انا اتصلت عليه وما اتصلش عليا نهائي يا ابونا سيرجيوس. انا القرار ده ما سمعتش بيه الا اليومين دول كده. يعني انا الكنيسه لا ما دلوقتي عايزه تطلع نفسها من المشكله فقالت ده في قرار. طيب الوقت ايه؟ مش لسه قايل اللي هو قال له من سنه 2023 يقول له لا ده انا لسه عارف اليومين دول بالقرار ده عشان يطلعوا ايديهم من موضوعي فراحوا طلعوه. نكمل. جنابك حضرة القمص بتقول انه سمعت من ابونا جورجيوس بيقول لك انه في توقيف ليك في سنه 23، يعني اذا في سمعت من غير ما تشوف انت القرار، لكن في قرار. في قرار مش حاجه اسمها قرار، لا في محاكمه ولا في مشكله ولا في مواضيع. ما جنابك عارف انه المحاكمه بتتم خلال التوقيف، يعني يوقفوا الشخص لحد ما يتم التحقيق فيه. يعني لو في مشكله ما او حد بلغ عن حد او حد قال حاجة عن حد او حد كتب حاجة عن حد واتبعتت للبابا مثلا ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، طيب هيعملوا ايه؟ هيوقفوا عن الخدمة لحد ما يتم التحقيق معاه. بريء هيرجعوه، مش بريء هيشلحوه. فهمتوا الدنيا ماشية ازاي؟ ففي حاجات اتبعتت ضد الاب الكاهن دوماديوس حبيب الراهب بعتوها للبابا، فهو لما شاف الحاجات دي فخد قرار ان هو هيتوقف عن الخدمة ويتم التحقيق معاه. راح هو ما سمعش الكلام خالص وراح يصلي في
في الكدرائية وعايز ولا كان في حاجة. نكمل. ما نسب إلى ما بعدوش طيب من 2023 لشهر 6/24 ليه؟ تمام. هو بقى ايه عشان يخرج من الموضوع يقول ما حدش حقق معايا، ما حدش كلمني، ما حدش عملني. هو عشان بيخرج من اي موضوع يقول لك لا انا ما شفتش، انا ما عرفتش، انا مش عارفه ايه. تفهمين حاجه يا جماعه؟ طب هم هيعملوا ايه تاني؟ طيب تعالوا نكمل. اولا انه لا ما في قرار، انا سمعت. انا ما فيش حد قال لي. لكن مع الحوار لا في حد قال له، سكرتير البابا قال له انت موقوف. وهل يبقى في توقيف وانت عارفه لماذا لم تلتزم به؟ بالضبط. هي دي المشكله يا جناب القمص دوماديوس، لم مع احترامي لشخصك لم تلتزم باي قرار مع كل اللي فات. طيب قرار البابا، لا في قرار طبعا من قداسة البابا هو موجود قدامنا، يوقف هذا الكاهن عن اي خدمه كهنوتيه لحين توبته. في هنا علامه استفهام على كلمه توبته، وامتناعه عن السلوكيات الغير لائقه بالكهنوت. ده كفايه بس السطر ده يا جماعه، هيوقفوه عن خدمه الكهنوت لحين توبته وامتناعه عن السلوكيات الغير لائقة بالكهنوت. سلوكيات غير لائقة دي الوحدة كارثية. ايه هي بقى نوع السلوكيات الغير لائقة؟ اكيد بقيت الورقة كان فيها حاجات كتيرة جدا، بس علشان محدش يعني خلاص، يعني هما اتخذوا قرار فخدوا القرار النهائي، فبلاش نشوه بقى صورة الكاهن ونقول بقى هو بيعمل ايه وبيعملش ايه بالكلام ده كله. لكن حفاظا على سمعته كمان احنا بس جبنا السطر الاخير، لكن ده كان فيه الورقة مليانة كلام في الاول. فيا جماعة يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. اكيد البابا وصل له حاجات كتيرة جدا عشان في الاخر اتخذ هذا القرار، وبيقول توبته وامتناعه عن السلوكيات الغير لائقة بالكهنوت نقطة ومن اول السطر. يعني خلاص كلمة شرحة نفسها. نكمل. ودروسه بيمضي 12/8/2023 بالظبط. يعني اذا في قرار طلع، وده الواحد لما بيقولوا له خلوه في الدير بيكون في غايه الفرح. صح. بيمشي يعمل اعتكاف، يعمل خلوه روحيه، عنده صوم وعنده صلاته منقطع، فبتكون فرصه حلوه جدا لتجديد وانعاش الحياه الروحيه من جديد. لا في قرار جناب القمص. بالزبط. حضرتك بتقول لا ما فيش. بالزبط. في قرار طلع واعلنت جنابك بهذا القرار، ومع ذلك لم يكن هناك التزام. حصل انه جنابك سافرت ايران.